السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا نكملوا احنا مازالين في الموديول 2 من الكورس ديال الـ RH CSA ديال Red Hat Enterprise Linux. فغادي نكملوا هنا الكورس ديالنا. فهنا ما تنساوش واحد الحاجة مهمة بزاف، ما تنساوش تدخلوا للسيت ويب فيه كاع لي فورماسيون اللي غتلقاو، ولاشين ديالي في اليوتيوب اللي غتلقى فيها كاع لي فورماسيون لي فري. غادي نكملو على لي كوموند، نكملو على لي بارتي ديالنا اللي هنا. غادي نشوفو دابا واحد الحاجه، شفنا التايم، غادي نشوفو واحد الحاجه مهمه بزاف اللي هي فيو يوزر لوجين نيم. كنا شفنا هو اماي كتعطيك يعني كلشي، يعني كتعطيك داكشي بالديتا، يعني كتعطيك لي زوتيليزاتور وكتعطيك كتعطيك لي ديتاي ديالو. مي هاد هو اماي هكا لاصقه، يعني ما كتعطيش ديتا، كتعطي غير اليوزر ديريكتومون. كيفاش هاد اليوزر ديريكتومون؟ ها هي كومون ديسبلايز دي ايفيكتيف يوزر نيم اوف ذا بيرسون اكزيكيوتينغ ذيس كوموند. فايلا جانا هكا، نجيو هنا نجيو هكا، هكا كلير. الى درنا هو اماي، شنو عطاتنا؟ عطاتنا الروت، يعني الروت هو اللي خدام دابا. الا درنا هو ام اي اللي كنا شفنا قبل، شنو كتعطينا؟ كتعطينا هو تي تي واي ديالو باش خدام، كتعطي الوقت يعني فوقاش لوغا، وفوقاش يعني كتزيد تعطينا بزاف ديال هذاك ديال لي ديتيز. مي اي هوم اماي، هو اماي بوحدها كتعطي غير اليوزر ديريكتوم، يعني ها هو الروت. فزيد رجع هنا، كاينه وحده اخرى. شنو كدير هادي؟ كدير لنا ذا لوغ نيم. ذا لوغ نيم كومنت شو ذا نيم اوف ذا ريال يوزر هو اوريجينالي لوغد ان ذا سيستم. يعني شنو هو؟ يعني اليوزر اللي تلوغا، يعني شنو هادي كتعني؟ نعطيكم، نمشيو لهنا غادي تبان لكم كيفاش. دابا لي نفريد انا مكونيكتي دابا بالروت، ندير هادي كلير باش ما ندوخوش، كلير هكا مكونيكتي بالروت. بغيت نتكونيكتا لواحد اليوزر سميتو ياسر، باش نتكونيكتا كاين واحد الكوموند سميتها اس او، هي سويتش يوزر. غادي نشوفوها بوحدها، سويتش يوزر سميوه ياسر. انا عندي واحد الاتيليزاتور سميتو ياسر، هاك دابا دخلت لياسر. يعني دخلنا دابا فين دخلنا؟ دخلنا لياسر. الى درنا لوغ نيم شنو عطانا هنا؟ الى لاحظتوا عطانا الروت. علاش عطانا الروت؟ حيت هذا هو الاوريجينال، هو اول يوتيليزاتور تلوغا، هو اللي تلوغا بياسر وراه مكونيكتي بياسر. مي الى درنا لوغ نيم كتعطينا يعني اليوزر لي اوريجينال، يعني هو اللي تكونيكتا الاول، وداك هاد اليوزر هو اللي تكونيكتا بياسر. يعني راه باينه، يعني ما تحتاجش هادي، يعني شي حاجه سهله، يعني يعني الروت هو الاول، هو اللي الروت هو اللي تكونيكتا بيوزر سميتو ياسر. وهاد اس او يعني فاش كنبغيو سويتش يوزر، يعني كنتكونيكتا بغيت نتكونيكتا بشي يوتيليزاتور، كندير اس او وكندير ياسر، ولا ياسر ولا يوزر ولا اي يوتيليزاتور كاين تما باش نتكونيكتا به. فنتمنى تكون يكون هادشي واضح. فهادشي اللي كاين في هاد لا فيديو، نتلاقاو في لا فيديو الجاي ان شاء الله باش نشوفو نكملو لي بارتي اللي مازالين. والسلام عليكم.